الأقصى الشرقية. طبعا جلسة كانت منظمة على أكمل وجه وراوا فيها كل الإجراءات الاحترازية، وكانت حاجة فعلا مشرفة وفخر كل الناس. إن شاء الله نبقى عند حسن ظن الناس بينا ونقدم تشريعات وقوانين تقدر تكون في خدمة الناس وفي صالح المواطن إن شاء الله. طبعا طبعا إحنا كلنا هندور على مصلحة المواطن وخصوصا محط الدخل. أهم القوانين إن شاء الله والتشريعات اللي مهموم بيها طبعا قضايا التعليم والصحة والزراعة والشباب، دي على أولى الأهمية إن شاء الله.